أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج، عادة خلال أول 10 نقلات، بشرط إن خصمك يضل طريقه ويدخل في الطريق الخطأ. السلسلة دي لها 3 أهداف رئيسية: أولا بترشدك لطريقة سريعة للفوز، ثانيا بتحصنك من الوقوع في نفس الأخطاء، وثالثا بتعرفك بمختلف الافتتاحيات. الخدع والأفخاخ مقسمة حسب الافتتاحيات: أولا افتتاحيات بدء الملك، بالقسم الثاني وهو افتتاحيات بدء الوزير، وأخيرا الافتتاحيات غير المنتظمة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 19، الافتتاحيات نصف المفتوحة، دفاع كاروكان. والفيديو ده بعنوان كاسباروف هو الضحية. الدور اللي هنشوف فيه الفخ ده هيكون مختلف عن الأدوار السابقة، فإنه هيكون إنسان ضد آلة. كاسباروف بيلعب بالأسود أمام الكمبيوتر ديب بلو بالأبيض، والمباراة دي من اللقاء الثاني لكاسباروف وديب بلو سنة 1997، بعد ما التقوا في سنة 96 اللقاء الأول اللي انتهى بفوز كاسباروف 4-2. والدور اللي هنشوفه كان هو الدور الأخير، وكانت نتيجة الأدوار السابقة 2.5-2.5، وده الدور الأخير اللي هيحدد نتيجة المباراة بأكملها. وكاسباروف اختار إن يلعب دفاع كاروكان، والكمبيوتر يبدو إنه شن حرب نفسية على كاسباروف، ولعب التفريع اللي بيلعبه كاسباروف بالأبيض لما بيلعب حد أمامه دفاع الكاروكان، وقد يكون ده السبب في استفزاز كاسباروف. ولعب في النقلة السابعة H6، ودي نقلة كانت معروفة إن هي نقلة غامضة، ولكن يبدو إن كاسباروف كان جربها قبل كده في تدريباته مع أكتر من كمبيوتر قبل ما يلاقي الكمبيوتر ديب بلو. ويبدو أيضا إن نتائج هذه النقلة شجعته على إنه يلعبها أمام ديب بلو، ولكن كان رد ديب بلو مفاجأة. تعال نشوف إيه هي المفاجأة وإيه هو الفخ. ديب بلو بالأبيض ولعب E4، وكاسباروف رد C6 دفاع كاروكان، D4 D5 نايت C3 D4 نايت E4 نايت D7، وهنا ديب بلو لعب نايت G5. النقلة دي حرب نفسية ضد كاسباروف لأنه بيلعب نفس هذا التفريع بالأبيض أمام الكاروكان، وكاسباروف رد نايت GF6 بيشوب D3 E6 نايت 1F3، وهنا لعب كاسباروف H6. والنقلة دي رغم إن هي معروفة إلا إنها مثيرة للجدل وغامضة، وبعد تحليلات كتيرة ظهر إن الأبيض بيستفيد أكتر من الأسود في هذا الموقف، وإن النقلة الصحيحة هي بيشوب D6. ولكن يبدو إن كاسباروف جرب هذه النقلة مع أكتر من كمبيوتر في تدريباته قبل ملاقات الديب بلو، ويبدو إن جابت له نتائج جيدة ولذلك لعبها أمام ديب بلو. وهنا ديب بلو كمل بتضحية مذهلة نايت تيكس E6. التضحية دي بيسموها تضحية حدثية، بمعنى ان لا يمكن ان حد يعرف ايه هي النتائج اللي هتسفر عنها. والتضحية دي في هذا الموقف هدفها ان هي تكشف الملك الاسود امام الهجوم. عادة الابيض في الموقف ده بيلعب نايت E4، لكن الكمبيوتر لعب نايت تيكس E6 عاوز الوزير، وكاسباروف كمل كوين E7، ودي أفضل نقلة في هذا الموقف. الأسود بيربط الحصان على الملك وهياخده في النقلة القادمة. لو الأسود أخذ الحصان فورا بF تيكس E6 دي هتكون نقلة مشكوك فيها، لأن الأبيض هيكمل بيشوب G6 تشيك كينج E7 كسل، ودلوقتي الأسود هيواجه المشاكل لأن ملكه في موقف سيء، وكذلك قطع جناح الملك أصبحت مشلولة لوجود فيل G6. ودلوقتي الأبيض بيهدد إن يلعب نقلة زي روك E1 مع البي 3 وبيشوب E3 تشيك، ودي هتكون تأثيرها قوي جدا على الأسود. ولذلك كاسباروف في الموقف ده لعب كوين E7 وهياخد الحصان في النقلة القادمة، وعاوز يختبئ بالملك في المربع G8.
والكمبيوتر كمل كسل اف تيكس اي 6. بالطبع لو الاسود ما اخدش الحصان بالبيضه واخده بالوزير، الابيض هيلعب روك اي 1 وهيربط الوزير على الملك وهيفوز، ولذلك كاسباروف كمل اف تيكس اي 6 وكمل الدور. بيشوب جي 6 يتشيك، كينج جي 8، بيشوب اف 4، بي 5. لو الاسود ما لعبش البي 5 ولعب مكانها النقله نايت دي 5 عاوز الفيل، النقله دي بتبدو واعده ولكن بعد التحليلات المطوله وجد ان النقله بي 5 افضل منها، والكمبيوتر كمل اي 4 وكاسباروف رد بيشوب بي 7. لو كاسباروف ما لعبش بيشوب بي 7 ولعب بي تيكس اي 4، الابيض هيكمل روك اي 4 نايت دي 5 عاوز الفيل بيشوب جي 3. ودلوقتي الابيض بيسيطر اكتر واكتر على الموقف لوجود فيل جي 6 وفيل جي 3 اللي بيسيطروا على حركه قطع جناح الملك وقطع جناح الوزير وبيشلوا حركتهم، وكمان مفيش اي تناغم او تعاون بين القطع السوداء، ولذلك كاسباروف في الموقف ده ما خدش البيضه الاي 4 ولعب بيشوب بي 7 وكمل الدور. روك اي 1 نايت دي 5 بيشوب جي 3 كينج سي 8. الاسود بيحاول يختبئ بملكه في جناح الوزير لكن الكمبيوتر كمل اي تيكس بي 5 سي بي 5 كوين دي 3. الوزير هينضم للهجوم وبيخش بتمبو وعاوز بيضه البي 5. بيشوب سي 6 بيحمي البيضه. اذا الاسود ملعبش البيشوب سي 6 ودافع عن البيضه بنايت سي 7، النقلة دي نقلة سيئة، والأبيض هيرد بكوين سي 3 والأبيض في طريقه للفوز وبيهدد إن ياخد حصان سي 7 بتشيك ميت. ولو الأسود كمل بنايت اف 6 بيخلي الطريق للوزير للدفاع عن الحصان، الأبيض هيكمل بتضحية رائعة روك تيكس اي 6 عاوز الوزير. طبعا الأسود لو أخد الرخ هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة كوين تيكس سي 7، ولذلك في الموقف ده الاسود مضطر ان يلعب كوين جي 8 وبيكمل التفريع بيشوب اف 5 عاوز يروح بالرخ الى الاي 8 ويربط الوزير وفي نفس الوقت كش للملك ويفوز. كينج بي 8 نايت اي 5 نايت اف دي 5 نايت سي 6 تشيك بيشوب تيكس سي 6 كوين تيكس سي 6. الابيض عاوز ياخد بيضه بي 5 بكش قويه للملك الاسود، والاسود بيكمل اي 6 بيشوب تيكس سي 7 تشيك نايت تيكس سي 7 كوين بي 6 تشيك كينج سي 8 روك اي 8 كش بالكشف وبيربط الوزير وكش مات في النقله القادمه. ولذلك في الموقف ده الاسود مش هيلعب نايت سي 7 انما هيلعب بيشوب سي 6 ويحمي بيضه بي 5. والدور كمل بيشوب اف 5 عاوز بيضه اي 6 المربوط على الوزير، وهنا كاسباروف لعب اي تيكس اف 5. دي النقلة الوحيدة اللي تجعل له أمل في الدور، أي نقلة أخرى الأسود هيخسر. يعني مثلا الأسود لو لعب نايت بي 4 الأبيض هيكمل كوين سي 3 بيربط الفيل ودلوقتي أصبح عاوز بيضه الاي 6، وأفضل نقلة للأسود إن يلعب كينج بي 7 والأبيض هيكمل روك تيكس اي 6 فاز ببيضه وعاوز الوزير. كوين دي 8 دي 5 عاوز الفيل بيشوب دي 5، ودلوقتي الابيض عنده نقله قويه روك اي 8 عاوز الوزير، والاسود ما يقدرش ياخد الرخ لانه لو اخد الرخ الابيض هيلعب كوين سي 7 تشيك ميت. وبرده في الموقف ده لو الاسود ما خدش الفيل ولعب نقله زي نايت سي 7 ويحمي البيضه، الابيض هيكمل بيشوب تيكس سي 7 كينج تيكس سي 7 روك تيكس اي 6 عاوز الوزير كوين دي 8 كوين سي 3 عاوز ياخد فيل سي 6 المربوط بيشوب دي 6 بيقفل الصف بين الرخ والفيل، لكن الابيض هيكمل بيشوب اي 4 عاوز الفيل والابيض هيفوز. ولذلك في الموقف ده كاسباروف مضطر ان يلعب اي تيكس اف 5 وكمبيوتر كمل روك تيكس اي 7 بيشوب تيكس اي 7. دلوقتي بالنسبة للموقف المادي ممكن نقول إن الأسود متوازن ماديا، فهو معاه رخ وقطعتين صغيرتين أمام وزير وبيضة، ولكن موقف الملك الأسود السيء ومواقع القطع البيضاء بتجعل الأبيض في سبيله لشن هجوم لا يحتمل على الأسود.
وبالفعل الكمبيوتر ديب بلو لعب C4 وكاسباروف سلم. ولو عاوزين نعرف الأسود سلم ليه، ممكن نشوف على سبيل المثال السيناريو التالي: لو الأسود لعب نايت B4 الأبيض هيكمل كوين تيكس F5، وإذا دي تيكس C4 الأبيض هيكمل نايت E5 بيضغط على حصان D7 روك E8 نايت تيكس D7 بيشوب تيكس D7، وهنا الأبيض هيلعب كوين A5 عاود الشيك ميت على مربع C7، وفي نفس الوقت الأسود ما يقدرش يدافع ببيشوب D8، وده الدفاع الوحيد لأن الأبيض هياخد الحصان كوين تيكس B4 ويفوز بقطعة ويفوز بالدور. على أي حال بعد الدور الصحفيين سألوا كاسباروف ليه لعب ال H6، وكاسباروف أجاب إجابة غامضة ولحد دلوقتي محدش يعرف إيه السبب اللي خلاه يلعب هذه النقلة. ولكن على أي حال بعد عدة أسابيع كاسباروف طلب مباراة أخرى للتحدي، وكانت الإجابة إن الكمبيوتر اعتزل بعد هذا الدور، وحاليا كمبيوتر ديب بلو موجود في المتحف القومي الأمريكي للتاريخ. أرجو أن نكون استفدنا واستمتعنا بالمعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة خداع الشطرنج.